إن شاء الله نبتدئ. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترحب منصة غياث العلمية والدعوية في هيئة علماء المسلمين في العراق بالإخوة والأخوات في هذه الأمسية المباركة، والتي نستضيف فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حاج عيسى، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان التصوير الصحيح للمسائل وأثره في البحث الأصولي. فمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نجتمع سوية مع عالم من علماء الأمة ودعاتها. والأستاذ الدكتور محمد حاج عيسى من مواليد 1972، من بلدية سيدي محمد بالجزائر العاصمة، نال شهادة الماجستير سنة 2003 من كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر، وكان عنوان رسالته التوضيح والتصحيح للمنقول عن الشافعي في علوم الأصول، وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة سنة 2011 لأطروحته الموسومة منهج البحث في علم أصول الفقه، عين في منصب أستاذ مساعد بشعبة العلوم الإسلامية قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة التلمسان سنة 2011. له العديد من المؤلفات والمقالات المنشورة، وقد تنوعت مؤلفاته في مجالات شرعية منها الأصول والعقيدة والحديث والرقائق والأخلاق. ومن مؤلفاته حفظه الله عوائق الاستقامة وموانع التوبة وتيسير الوصول إلى الضروري من علم الأصول، وإمتاع الأسماع بشرح نظم البيقوني من الأنواع، ومحبة الله وجوبها وفضائلها وأسبابها ولوازمها. أشرف على العديد من الرسائل الجامعية، وله نشاطات علمية ودعوية كثيرة. فباسمي وباسم القائمين على منصة غياث نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد حاج عيسى، وأترك المجال لفضيلته لإلقاء محاضرته، فليتفضل. جزاه الله عنا كل خير. تفضل دكتور، جزاك الله خير. الصورة لا تظهر يعني. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فأول ما أبتدئ به التوجه بالشكر الجزيل لمنصة غياث العلمية والدعوية على تشريفي بهذه الدعوة المباركة لإلقاء هذه المحاضرة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليها وأن ينفعني وإخواني بها. ولي شرف عظيم يعني أن أكون ماثلا بين يدي إخواني لإلقاء هذه المحاضرة، التي اقترح أول ما اقترح أن يكون موضوعها منهج البحث في علم أصول الفقه، فأثرت أن يكون موضوعا جزئيا متعلقا بأحد مراحل البحث في علم أصول الفقه، إذ أن البحث في علم أصول الفقه أو في المسائل الفقهية والموضوعات الأصولية يعني تتبع فيه عدة مراحل. أولها تصوير المسائل بالتعريف والمثال ونحو ذلك، ثم ننتقل بعدها إلى حكاية المذاهب أو محل الإفاق وتحرير محل النزاع ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة
ومعرفة الراجح في هذه المسائل والفروع المبنية عليها. هكذا ينبغي أن يكون ترتيب دراسة الموضوعات الأصولية. فأول مرحلة من مراحل الدراسة هي التصوير لهذه المسائل. ولكن المؤلفات الأصولية سواء القديمة أو الحديثة المعاصرة قد يعتريها بعض الخلل المنهجي في عرض هذه المسائل من جهة التصور. لذلك كان ينبغي لدارس المناهج، مناهج البحث في العلوم الإسلامية أو في علم أصول الفقه، أن ينظر في منهج تصوير هذه المسائل الأصولية المراد بحثها، ووضع بعض الضوابط للالتزام بها، ولتعريف أيضا الباحثين بالمراحل التي ينبغي أن تلتزم وأن لا تتخطى، والقواعد التي ينبغي أن تلتزم حتى نصل إن شاء الله إلى التصور الصحيح أو التصوير الصحيح للمسائل لينتفع القارئ، ولنتجنب بعد ذلك الزلل والخطأ في الأحكام والترجيح والترجيحات. وقد قيل قديما، يعني من الأحكام المعروفة والقواعد المعروفة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا ليس خاصا بعلم أصول الفقه، هذا عام لكل العلوم الشرعية وغير الشرعية. التصوير الصحيح للمسائل له أثره في البحث في المسائل الفقهية وفي المسائل اللغوية وفي المسائل الحديثية، يعني بلا فرق. والخطأ في التصوير، الخطأ في التصوير يؤدي حتما إلى الخطأ في الأحكام وفي الترجيح. والتصوير لابد أن يكون هو السابق كما ذكرنا. في البحث الأصولي عندما نقرأ مؤلفات الأصوليين سنجد هذا الأمر بارزا في مؤلفات الأصوليين، وإن لم يصرحوا به فإنهم دائما يعتنون بتصوير المسائل الأصولية. هذا من حيث الإجمال هم متفقون على ذلك. كيفية هذا التصوير يختلفون فيها، ما يقدم ما يؤخر، ما أهمل ما التزم، هذا أمر آخر، لكن من حيث الإجمال التصوير دائما هو المقدم. نجد الباقلاني رحمه الله تعالى في أحد، يعني في إحدى المسائل الأصولية الموجودة في كتابه التقريب، مسألة الاستثناء بعدة جمل أو الجمل المعطوف بعضها على بعض، يقول: فنقول بالله التوفيق إن الواجب تصوير هذه الجملة والاستثناء منها ليقع الكلام فيه على موقعه، أو ليقع الكلام فيه موقعه. هكذا يقول، يعني لابد أن نقدم تصوير المسائل قبل أن نصدر أحكاما، وقبل أن نفصل الكلام، وقبل حتى أن نحكي الأقوال في هذه المسألة. بعد هذا التمهيد نقول: ما هي الطرق التي توصلنا لتصوير المسائل في بحوثنا، في رسائلنا الجامعية، أو حتى في دروسنا التعليمية، حتى يكون يعني هذا التصوير كاملا وشاملا؟ للعلماء عدة طرق في توصيل أو في إيصال الفكرة الصحيحة عن الموضوع المدروس. أولها وأشهرها هو التزام التعريفات أو ما يسمى بالحدود، ويتبعها الأمثلة، الأمثلة الفقهية للفقه، الأمثلة النحوية، الأمثلة الأصولية، والأمثلة الفقهية أيضا في علم أصول الفقه. كذلك من الطرق الموصلة للتصوير الصحيح التي تساعدنا على تصوير المسائل تصويرا صحيحا التقسيمات، تقسيم المسائل لنصل إلى محل نزاع، أو لنصل إلى الصورة التي نحن بصدد دراستها والبحث فيها. ومنهم من يذكر شيئا رابعا، وهو تعريف الشيء بضده، إذ بالأشياء بأضدادها تتميز وتعرف. نبدأ بهذه المراحل، ثم نذكر شيئا آخر أهم، لأن التعريف كما سنرى، تعريف المسائل قد يكون لفظيا، قد يكون بالمثال، وهناك شيء آخر يقف خلف كل ذلك. نبدأ أول بهذه الأمور الشكلية التي تلتزم في البحوث، ونبدأ بالحديث عن التعريف. أول نقطة منهجية تطرح
ونطرحها في زماننا هذا على وجه الخصوص، ما المقصود بوضع التعريف؟ هل المقصود هو الكشف عن ماهية الأشياء وحقائقها، أم هو تمييز هذه الأشياء عما يتشابه عنها؟ هذه مسألة الخلاف فيها قديم، الخلاف فيها قديم. ربما يكون الباقلاني يعني هو من أقدم مصنفين طرح هذه المسألة ورجح أن المقصود هو التمييز، تمييز المصطلح وتمييز المعنى المراد بحثه عن غيره مما يشتبه به. وذهب آخرون إلى أن الواجب هو ماذا؟ الكشف عن الماهية. وهذه طريقة المناطقة، ذكر هذا الأمر الجويني في التلخيص يعني، وخالف الباقلاني فيما ذهب إليه، وتبع الجويني رحمه الله تعالى كثير من الأصوليين بعده، فصاروا يلتزمون بالحدود المنطقية في بحوثهم. هل أي الطريقين أسلم وأي الطريقين أصح وأي الطريقين أو الطريقتين أنسب للبحث في العلوم الإسلامية وفي البحث في علم أصول الفقه؟ الذي لا يشك فيه أن الطريقة الأولى هي الأسلم، لأننا ما المقصود بالتعريف؟ هل المقصود هو الوقوف على حقائق الأشياء وكونها دائما؟ ليس هذا هو المقصود دائما. كثير من القضايا نعرفها في بحوثنا وهي معلومة لدينا مسبقا، أول شيء نعرفه في أصول الفقه أو من المسائل الأولى التي نعرفها القرآن الكريم والسنة، فهي سابقة في خواطرنا معلومة مسبقا. لماذا نعرف القرآن الكريم؟ نعرف القرآن لنرسم حدودا بينه وبين حديث القدسي، بينه وبين السنة، لنعرف القرآن الذي هو متواتر والقراءة التي خالفت الرسم. لابد أن نضع يعني ألفاظا وحدودا تخرج هذه الأشياء التي لا تسمى قرآنا، القراءة التي خالفت الرسم العثماني لا تسمى قرآنا، حديث القدسي ليس قرآنا، السنة النبوية ليس قرآنا. والقرآن معلوم عندنا، ولكن نضع التعريف من أجل التمييز وليس من أجل الوقوف على الماهية كما يقول المناطق. المناطق يقولون الماهية، والماهية لا تكشف إلا بالجنس والفصل، يعني الجنس والفصل يكون هذا حدا، وإذا قيل الجنس والرسم قيل هذا رسم. وثم يضعون يعني، وهذه أشياء يتعذر في كثير من المباحث العلمية في علم الأصول والحديث والفقه الوصول إلى هذه الشروط التي اشترطوها. ولذلك نجد أئمتهم وأساطينهم يعني الذين ألفوا في أصول الفقه يعني في بعض القضايا يقفون ويقول هذا مثلا يأتي للخبر يقول الرازي والخبر غني عن الحد، معروف الخبر. لماذا؟ لأنه يعجز عن امتيان بالشروط المشترطة في المنطق. من الأشياء التي من لوازم اعتماد الحد المنطقي أنه لا يقبل في المنطق للشيء الواحد تعريفان، الحدود لا تتعدد، لأن الحقيقة هي حقيقة واحدة، فلابد أن يكون التعبير عنها بحد واحد. وهذا ما أدى في البحوث الأصولية إلى كثرة النقد، إلى كثرة النقود اللفظية، إلى كثرة المناقشات اللفظية التي تستهلك وقتا وحبرا وزمانا، وتشغل المتعلم عن الحقائق وعن الأهداف التي لأجلها خاض في هذا العلم. وقد تجعل يعني قد تجعل بعض في بعض الأحيان ماذا؟ الواضح مبهما من كثرة النقد للتعاريف، وعلى طريقة المناطقة قد لا يسلم حد من نقد. كل تعريف إلا وفيه نقص. لماذا؟ لأن الوفاء بشروط الماهية المذكورة أمر عزيز. إذن نحن نكتفي بما ذكره علماؤنا علماء الإسلام قبل أن يدخل المنطق إلى العلوم الإسلامية وإلى علم أصول الفقه، أن المقصود هو التمييز، ولذلك اشترط العلماء أن يكون التعريف جامعا مانعا، يجمع كل الصور التي تدخل في القضية المبحوثة، يجمع جميع شتات جزئياتها.
الصوت انقطع. علما وربما يضيع عليهم الأمور التي هي أهم. نحن في بحوثنا نعرف أشياء متصورة مسبقا، الطالب المبتدئ نعرف حتى معنى الطهارة ومعنى الصلاة، وليس المقصود أن نعرف الطهارة لأنه يعرفها ويعرف الصلاة، لكن المقصود أن نميز هذه الأشياء عن غيرها ونعرف القرآن والسنة لهذا الغرض. في علم الأصول الذي هو علم نظري وحتى في الفقه وغيره قد نعرف بعض الأشياء التي يعتريها بعض الغموض أو تصورها ناقص لدى الطالب المبتدئ. الطالب المبتدئ يتصور القرآن والسنة، ولكن القياس قد يكون فيه نوع غموض، فنحتاج إلى أن نعرفه له بتعريف يجمع أركانه ويوضح صوره وأنواعه ونحو ذلك. ذكرنا للمحترزات، لماذا نذكر محترزات التعريف؟ هذا لتأكيد المعاني، لتأكيد الغرض الذي ذكرناه، وهو أننا في التعريف أو الذي نبتغيه من التعريف هو تمييز. فالأشياء المحترز عنها هي أشياء تتشابه بالموضوع المقصود، ولا ينبغي أن نبالغ في موضوع المحترزات كما يصنعه كثير من المتأخرين، يحترزون عن كل شيء حتى الأشياء التي لا تخطر على البال. عندما نعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية مثلا، لما يأتون المكتسب نقول هذا احتراز ماذا عن العلم المقلد لأنه غير مكتسب من أدلة الشرعية، أو نقول احتراز عن العلم الضروري لأنه ليس بمكتسب. فالذي يعلم أن الخمر مثلا الخمر حرام لا نقول عنه أنه فقيه أو تفقه أو أن الصلاة واجبة، لأن هذا العلم ليس مكتسب بل هو ضروري. والأدلة التفصيلية بمعنى أن الفقه لابد أن يكون مقرونا بالدليل كما ذكر الشراح، لكن من الغلو الواضح الذي يخرجنا عن المقصود أن يأتي الشارح ويقول العلم مكتسب احتراز عن علم ربنا عز وجل أو عن علم النبي أو عن علم جبريل. لا، هذه أشياء لم تكن لتخطر بالبال، ونحن لا نريد أن نفرق ما بين علمنا وعلم الله، ولكن في العلوم الموجودة بيننا عندنا علم الفقه ما يدخل في الفقه وعالم ومتعلمه يسمى فقيها، هذا الذي نريد أن نبحثه، فلا نذهب يعني إلى المحترزات البعيدة جدا. ومثل هذه الأشياء قلت الاستطراد فيها قد يكون شاغلا عما هو أهم. من الأمور المتعلقة أيضا بتصوير المسائل وبالتعريف على وجه الخصوص ذكر التعريف اللغوية التي أصبحت اليوم في بحوثنا الأكاديمية شيئا يعني مقدسا، ولابد أن يلتزم به الباحث وإلا يكون قد أخل بالبحث، وهذا شيء غير لازم في الواقع، لأننا وجدنا العلماء المتقدمين منهم من يذكر المسائل التعريفات اللغوية ومنهم من لا يذكرها، ومن ذكرها ذكرها لفائدة، والفائدة ما هي؟ تعليل المصطلحات، لأن المصطلحات ناشئة حادثة ولكن لها أصل، لابد أن يكون لها أصل. فهو يقول أنا اخترت مثلا العام واللفظ الدال على الشامل لمعان عدة، لماذا؟ لأن العموم في اللغة يدل على الشمول مثلا. فإذا لابد عند ذكر المعنى اللغوي لابد أن يكون هناك رابط، ولابد من البحث في العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وإلا كان ذكر المعنى اللغوي لغوا وشيئا زائدا من غير فائدة، تحبير كاغد. واضح؟ إذن المعاني اللغوية تذكر لغاية ولفائدة ولعلة، وهي ماذا؟ تأييد المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه وبيان النقل، لأن الاصطلاحات هي نقل للمعنى اللغوي من معنى عام إلى معنى خاص أو معنى قريب منه. هي المعاني الاصطلاحية هي في الغالب معاني مجازية في اللغة العربية. في بحوثنا الأكاديمية وغيرها، هل يلزمنا تعريف كل شيء؟ الذي نراه في عصرنا هذا أنه
أن الباحث يكاد يعرف كل شيء، يعني حتى أني رأيت أحدهم عرف الماء والكلاء والنار، وهذا غلو لا معنى له. الأمور الواضحة مباشرة نتجاوزها، إذا كانت معلومة لدى القارئ والكاتب والمتحدث والسامع ننتقل مباشرة إلى المقصود. إذا كان هناك آراء في هذه المسألة نذكر الآراء، إذا كانت أدلة نذكر أدلة، إذا كانت أمثلة نذكر أمثلة، ولا نضيع الوقت في شرح ما لا يحتاج إلى شرح. وقد وجدنا كثير من الأصوليين يتكلمون في بعض المسائل يقولون هذا لا يحتاج إلى شرح. لما جاء الرازي مثلا إلى موضوع الألم واللذة قال هذه الألم واللذة لا يحتاج أن أعرفك أنا ما معنى الألم واللذة. لما تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين على المحبة، يعني قال المحبة إذا أردنا أن نعرف المحبة يعني بالحدود والكلمات نضيع المعنى المراد. إذن التعريف أمور ضرورية جدا في بحوثنا من أجل تصوير المسائل الأصولية التي نريد أن نعرفها من أجل تمييزها عن غيرها وتحديد المراد. لكن مع ذلك يقال أن الألفاظ قد لا تفي بكل المعاني، ولذلك يختمون كثيرا ما يختمون بحوثهم ويقولون بالمثال يتضح المقام. الطريقة الثانية لتصوير المسائل الأصولية هو الاعتضاد والاتكاء على ذكر المثال. والمثال لأن هذه الأمور ليست توقيفية، في بعض المسائل تذهب مباشرة للتعريف، المتعلم يتبعك، تتحدث عن الطهارة عن الصلاة وتتحدث عن القرآن والسنة، هذه أمور يعيش فيها يعني هو يتعامل معها. لكن عندما تعرف له بعض الأشياء النظرية البعيدة عنه يحتاج إلى ماذا؟ أن يتصور المعنى صح التعبير ممثلا أو مجسما، بعد ذلك يتحدث عنه بالألفاظ والعبارات. فيجوز عند الحاجة وحتى في البحوث العلمية وحتى في الكتب الأكاديمية يجوز أن نبتدئ بالمثال حتى يسهل علينا بعد ذلك ماذا أن نأتي، يعني لما تكون مثال أو أمثلة بعد ذلك نأتي بالعبارات التي تعبر عن تلك الأمثلة وتكون شاملة لجميع تلك الصور. المثال ضروري جدا، وقد وجدنا كثير من الأصوليين لما يضيق بهم الأمر يقولون سنفهمكم هذا الشيء ماذا بالأمثلة. ومن ذلك كلمة الغزالي رحمه الله تعالى ويتحدث عن قياس الشبه في كتابه الشفاء العليل، قال لابد من توضيحه بالمثال بعدما ذكر جملة من التعاريف، إلا أن التصور الصحيح لا يكون إلا بعد ذكر الأمثلة. البحوث المعاصرة لابد أن نلتزم فيها بمجموعة من الضوابط المتعلقة بالأمثلة حتى تكون هذه الأمثلة مفيدة للمقصود مؤدية للغرض منها. أولا لابد أن يكون المثال واقعيا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأمثلة الفقهية الواقعة عند الأئمة. لا نأتي بالأمثلة الافتراضية، ومع الأسف الشديد كثير منا في عصرنا هذا ينقل فقط، ينقل من كتب المتقدمين، يعني والمتقدمون متفاوتون، منهم من كان فقيها ومنهم من كان متكلما، والمتكلمون في كتبهم آفات كثيرة ومنها عجزهم عن الإتيان بالمثال الصحيح الواقعي، عجزهم أو عدم اهتمامهم بذلك الأمر، لأن أهمهم التجريد وأهمهم البحث في الأمور الكلية والعقلية ونحو ذلك. يعني أضرب أمثلة، نجد من مثلا في التخصيص تخصيص القرآن بالسنة نجد هذا المثال في كتب الأصول، كما لو قال تعالى اقتلوا المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا زيدا، هذا مثال يحذف ويتجنب. لا نقول كما لو قال تعالى، عندنا حرمت عليكم الميتة وجاء في الحديث مرفوعا وموقوفا أحلت لنا ميتتان، نقطة إلى السطر، عندك مثال واقعي وموجود ومشهور. نتجنب الأمثلة الافتراضية خاصة
يعني هذه العبارة التي تتكرر في بعض كتب الأصوليين كما لو قال تعالى، يعني هي مستقبحة ومستهجنة نوعا ما. مثال أيضا عندنا في الأمر المعلق بشرط، كما لو قال تعالى إذا زالت الشمس فصلوا، هذا مثال يعني يتجنب لأنه غير واقعي، لا يوجد لا حديث ولا آية ولا حديث قدسي، وعبارة لو هذا افتراض. عندك مثال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أمثلة مشهورة، يعني نلتزم بالمثال الواقعي، والمثال الواقعي نجده في كتب الفقه المبنية على الدليل أو كتب الخلاف، كتب الفقه المقارن القديمة تسمى كتب الخلاف، خلاف بين الشافعية والحنفية أو بين المالكية والشافعية، يعني هؤلاء العلماء الذين ألفوا في الخلاف العالي ذكروا الأدلة واستعملوا أصول الفقه ووظفوه، فيمكننا أن نستثمر هذه الكتب، أو كتب آيات الأحكام، كتب آيات الأحكام أيضا، أحكام القرآن اللي بالعربي أو للفرس أو للهراسي أو غيره من العلماء، يمكن أن نستل منها أمثلة واقعية استدل بها الفقهاء. كذلك من الضوابط تجديد الحرص على تجديد المثال، قد يكون المثال صحيحا وقد يكون منتقدا، قد يكون تقريبيا، فلكي نعطي التصور الصحيح خاصة إذا كان منتقدا، فنحن الآن لازلنا في كثير من الكتب المعاصرة نجد مثال قياس النبيذ على الخمر، لكن نحن نعلم الطلبة أن الخمر الذي حرم في المدينة كان مصنوعا من تمر، ما كان خمرهم إلا من تمر، فهذا القياس يعني مدخول فيه نظر. عندما يقرأ الطالب هذا المثال يقول هذا المثال غير صحيح. عندنا أمثلة كثيرة وأمثلة معاصرة، إيجاب الزكاة أو جريان الربا في العملات النقدية قياسا على الذهب والفضة، عندنا يعني بعض الأشياء التي لا يشترط أن تكون حادثة في الربويات، نقيس مثلا، هل نقيس التين على التمر على الزبيب، هل نقيس التين على الزبيب، هل نقيس يعني بعض الفواكه يعني في الميتة التي تباع، هل نقيس مثلا الحلزون على الجراد. عندنا أمثلة كثيرة يمكن أن نجدد بها المثال ونجتنب مثال أكرم بني زيد الطوال وأمر السيد عبده، هذه أمور لابد أن تتجاوز في عصرنا هذا. من الأمور التي توصلنا إلى التصوير الصحيح استعمال التقسيمات. هذه التقسيمات للمسائل قد تكون مقدمة لتحرير محل النزاع، لأن هناك مسائل أو أجزاء الموضوع عام، ولكن في بعض الأجزاء متفق عليها وبعض الأجزاء مختلف فيها، فالتقسيم مفيد لتحرير محل النزاع، وقد يكون مفيدا لتحصيل التصور أصلا، مثل لما نريد أن نعرف الإيجاب والتحريم والندب والكراهة نقسم الطلب، طلب فعل، طلب ترك، على وجه الحتمي، على وجه الترجيحي، ونصل إلى التعريف الصحيح. كذلك تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقسيم عمل أهل المدينة، تقسيم المناسبات في باب القياس، هذه التقسيمات كلها مهمة جدا ومفيدة في تصوير المسائل بالأقسام. أنت عندما تذكر الأقسام أيضا أنت تذكر أمثلة أو صورا نظرية، وهذه تعمق المعنى لدى المستمع، لدى القارئ، لدى الباحث، وأنت إذا كنت باحثا واشتغلت بهذه التقاسيم وكنت تريد أن ترجح في مسألة فإنها تكون معينة لك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم تقسم المسألة فقد يكون حكمك بالنفي عاما وهذا خطأ، وقد يكون حكمك بالإثبات عاما هو خطأ، لأن في المسألة تفصيل والمسألة فيها عدة أقسام. إذن من أسباب الغلط عند الباحثين المعاصرين وغيرهم عدم التنبه إلى تقسيم المسائل قبل الشروع في دراستها. من الأشياء التي تعين، والكلام في تقسيم يعني في مسألة التقسيم كثيرة جدا، أو يعني نظرا لضيق الوقت نتجنبها. طبعا التقسيم، هناك تقسيمات مفيدة وهناك تقسيمات فيها نوع من الغلو ونوع من الإفراط،
فلابد أن يكون أيضا كما قلنا المثال يكون واقعي، التقسيم لابد أن يكون نابعا من الواقع. يعني مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الفعل الجبلي، عندنا الفعل الخاص، عندنا الفعل الذي هو بيان، عندنا الفعل الذي يظهر فيه القربة، وعندنا فعل عادي لا يظهر فيه قربة. هذه أقسام، ونجد وعندما تريد أن تمثل لها تجد لها أمثلة. لكن ما ذكره بعض الأصوليين 60 قسم، وأحد المعاصرين لما بحث في تلك الأقسام قال بعضها لابد أن نقرأ كتب السنة لنجد لها أمثلة. لا، هذه الأمثلة نلغيها. ثم لماذا نقسم 60 قسم وبعدين عندنا ماذا؟ 3 أحكام، إما إيجاب وإما ندب وإما إباحة. فنعدد الأقسام عندما تتعدد، لأن كل قسم لابد أن يأخذ حكما. أما أن نأخذ، يعني تصور أنه نريد أن نعلم طالب علم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له هناك 48 قسم، هل سيحفظها؟ وهل الباحث الذي بحث ذلك البحث، وهل العالم الذي يعني يحفظ كل تلك الأقسام وبأمثلتها وبأحكامها وستكون لها 48 حكم؟ لا، نقسم بحسب الحاجة وننطلق دائما من الواقع. من الأشياء التي تعين في التصوير الصحيح للمسائل التنبه لاختلاف الاصطلاح. التنبه لاختلاف الاصطلاح. اختلاف الاصطلاح له عدة أسباب في كتب علم الأصول. عندنا مدرسة الحنفية، مصطلحات الحنفية تخالف مصطلحات الجمهور، خاصة في باب دلالات الألفاظ كما هو معلوم، لأن الحنفية جلهم اتبعوا تقسيمات أبي زيد الدبوسي التي انفرد بها تقسيمات رباعية لأحكام دلالات الألفاظ أو لدلالة الألفاظ، ويعني هذا ظهر جليا ما بعد الدبوسي وأصبح إلى يومنا هذا عندنا مصطلح الحنفية ومصطلح الجمهور في باب دلالات الألفاظ. فلابد أن ننتبه، مثلا النص عندنا عند الجمهور النص له معنى والظاهر له معنى، لكن الظاهر عند الحنفية ينقسم إلى نص وظاهر، فالنص عند الحنفية هو جزء من الظاهر، في حين أن النص عند الجمهور هو قسيم للظاهر. لابد أن ينبه الطالب أو ينتبه الباحث قبل أن يدخل في غمار هذه الكتب ويتصفحها إلى وجود الاختلاف بين المدرستين، كذلك بين المتكلمين والفقهاء عموما، لأن للمتكلمين اصطلاحات خاصة استصحبوها من علم الكلام، كتفريقهم بين الدليل والأمارة. الدليل عند الفقهاء سواء كان ظنيا أو قطعيا لا فرق، لكن عند المتكلمين الدليل الظني يسمى أمارة. المقيس عليه هو الأصل، يعني المسألة التي نقيس عليها عند الفقهاء الخمر هو الأصل الذي نقيس عليه المخدرات، لكن عند المتكلمين الأصل هو النص الذي ورد فيه حمار. فهناك اختلاف بين المتكلم، لابد عندما تمسك الكتاب بين يديك وتريد أن تستخرج منه شيئا أو تنقل منه شيئا، هل هذا على طريقة المتكلمين أم على طريقة الفقهاء؟ كذلك اصطلاحات المتقدمين والمتأخرين، ما قبل التدوين ما بعد التدوين، اصطلاحات الإمام الشافعي واصطلاحات من جاء بعده. فمصطلح المجمل قد يراد به العام عند المتقدمين، النسخ قد يدخل فيه التخصيص، قد يدخل فيه التقييد، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على الطلاب والباحثين والمؤلفين أن ينتبهوا لها في بحوثهم، لأن الخطأ في فهم المصطلح سيؤدي إلى خطأ في البحث وتوجيه إلى الوجهة غير وجهة غير صحيحة. هذه الأشياء طبعا، والتعريف بالضد، هذا لم أذكره، التعريف بالضد طبعا هذا شيء ثانوي وتكميلي، وجدنا في بعض كتب الأصول، فمثلا يقولون الصدق هو ما طابق الواقع والكذب ضده، من غير أن يكرروا الكلام. يعني مثلا الحديث المتصل هو أن يسمع كل راوي من فوقه إلى منتهاه، والمنقطع ضده، يعني ليس بذي أهمية ولكنه موجود، من الطرق التي يستعملها كثير من الأصوليين في توضيح وتصوير المسائل، بل حتى اللغويين يستعملون ذلك. يعني مثلا عندما نعرف الحيض لابد أن نعرف دم يرخي رحم المرء إلى ذلك، والطهر ضده، فتستعمل مثل هذه العبارة. الآن نأتي إلى شيء آخر أهم، هذه
أشياء نكتبها أو هي مكتوبة في كتب الأصول وتوصلنا إلى التصور الصحيح بإذن الله تعالى مجتمعة ومنفردة. قد يكون المثال كافيا، قد يكون التعريف كافيا، قد يكون التقسيم كافيا، وقد نلجأ إليها مجتمعة من أجل تصوير هذه المسألة للقارئ أو للمتعلم. لكن هناك شيء آخر أهم بالنسبة للمدرس وبالنسبة للمؤلف وبالنسبة أيضا للقارئ والمتعلم، وهو ماذا؟ دراسة الفقه. يعني دراسة أصول الفقه، التمكن من أصول الفقه يقف على الدراسة السابقة للفقه. لذلك قلت هناك أمر كامن قد لا يظهر في الكتابة البحث في العلوم الإسلامية والتأليف في العلوم الإسلامية لا ينبغي أن يكون مقصورا على أشياء منقولة من الكتب ومحصورة في الجانب النظري. نجد الآن كثير من المؤلفين في علوم الحديث يؤلفون كتب ويضعون القواعد، ولكن يعني ما يقررونه غير مطابق للواقع حتى ولو اعتمدوا على المصادر، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور الصحيح يكون من الممارسة، قراءة كتب التخريج، كتب الحديث، كتب الرواية، قراءة هذه الكتب، قراءة صحيح البخاري، قراءة صحيح مسلم، قراءة علل الدارقطني، قراءة علل ابن أبي حاتم، هي التي تعطيك ما يعني التصور الصحيح لتلك المسائل، وكيف تطبق، متى لا تطبق، ما هي ضوابط تطبيقها إلى غير ذلك في أصول الفقه. أيضا الأصولي الذي ليس بفقيه لا يمكن أصلا، لا يمكن أن يكون أصوليا. وقد قرر ذلك ابن السمعاني رحمه الله تعالى، قال إن فرض الكفاية لا يسقط، يعني علم أصول الفقه فرض كفاية، لكن فرض كفاية أن يؤديه ماذا؟ أن يدرسه ماذا؟ الفقهاء. أما من أن يدرسه يعني أناس يتخصصون في أصول الفقه، قال هؤلاء لا تسقط، يسقط بهم ماذا؟ فرض الكفاية. وهناك مسألة مهمة جدا طرقها كثير من الأصوليين وليست مشهورة، أيهما يقدم في الدراسة؟ أيهما يقدم في الدراسة، الفقه أم الأصول؟ هذه مسألة أصولية في كتب المعاصرين يندر من تطرق لها، وهي لها علاقة بقضية التصور. من العلماء الذين تطرقوا إليها، طبعا الذين تطرقوا إليها اختلف، هناك جناح مدرسة الفقهاء وجناح مدرسة المتكلمين، والأقوال في المسألة 4 أقوال. ذهب الفريق الأول إلى وجوب تعلم الفقه قبل الأصول. لماذا؟ لأن العلة هي التي نحن بصدد شرحها وبصدد الكلام فيها، لأن التصور الصحيح لتطبيقات الأصول يكون ماذا؟ متوقفا على معرفة المسائل الفقهية. وهذا شيء نجده عمليا عندما نأتي إلى تدريس المبتدئين، ويكون عندنا مثال في الرهن أو مثال في الشفعة أو مثال في المزارعة، تجد ماذا؟ تطوي المسألة الأصولية وتذهب لتشرح المسألة الفقهية للطالب حتى يمكن أن يتابع معك المثال الذي أنت يعني تأتي بالمثال لتوضيح المسألة الفقهية، فتجد الطالب لم يدرس المسألة الفقهية فتنتقل ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هذا يلزم منه هذا وهذا يلزم منه هذا. فالإمام أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى ووافقه على ذلك الزركشي قالوا ماذا؟ لابد من تقديم، يجب تقديم علم الفروع على علم الأصول، لأنه مضاف إليه والتصور لا يحصل إلا به. منهم من وافقهم في الرأي وقال لا نقول يجب، ولكن نقول الأولى الأفضل، وعللوا ذلك بأن هذا الذي جرت عليه سنة العلماء، يعني يدرسون الفقه قبل أن يدرسوا علم الأصول، لأن الفقه فرض منه ما هو فرض عين بخلاف علم الأصول. الرأي المخالف تقديم علم الأصول وجوبا، مذهب ابن برهان وابن عقيل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصول هي التي لا يوجد فقه بدون أصول. قالوا والفقه الصحيح أو الفقه ما بني أصلا في تعريف الفقه هو المكتسب من الأدلة، وكيف يكون الفقيه فقيها إذا لم يكتسب من الأدلة، وكيف يكتسب من الأدلة وهو جاهل بعلم أصول الفقه؟ قالوا إذن لابد أن يكون ماذا؟ الأصول هو المقدم على الفقه. ومنهم من قال ينبغي أو الأولى والأفضل، ومنهم الغزالي رحمه الله تعالى قال لأن الفقه بدون دليل، هو لم يقل بأنه ليس بفقه ولكن قال ضعيف ضعيف.
قد يرى أن المسألة فيها دور، ولكن ليس ثمة دور، لأن العلم مراتب. عندما نقول دراسة الأصول، مرحلة المبتدئين، مرحلة المتوسطين المتمكنين، وكذلك الفقه، مرحلة المبتدئين والمتوسطين والمتمكنين، والعلوم تتكامل فيما بينها. وإذا اضطررنا للترجيح، فترجيح طريقة الفقهاء أقرب إلى الصواب، لأننا وجدنا في كتب المتكلمين أخطاء علمية وأخطاء في التصور، أدت بكثير ممن جاءوا من بعدهم ماذا؟ إلى أخطاء في الترجيح، يعني وزلات، ربما نعتبرها زلات، وزلات كبيرة. يعني كما سنذكر بعض الأمثلة، سنذكر بعض الأمثلة في أصول التي هي ليس في مسائل جزئية متعلقة بالدلالات أو يبنى عليها فرع أو فرعين، ولكن في مسائل كبيرة جدا، مثلا حجية الإجماع. ننتقل الآن إلى الأثر، أثر التصوير الصحيح والتصوير الصحيح. إذا ذهبنا إلى الإجماع وذهبنا إلى كتب الفقه، هل نجد إشكالا متعلقا بالإجماع؟ لا نجد أي إشكال. هذا المسألة يقول حكى فيها الإمام أحمد إجماع الصحابة، قال لا خلاف بين الصحابة، وهذه حكى فيها الإمام الشافعي، وهذه حكى فيها الإجماع الإمام الطحاوي، وهذه حكى فيها الإجماع ابن عبد البر. عادي جدا، ويقول أجمع الصحابة، وربما يكون الذي حكى إجماع الصحابة هو أحد التابعين، والذي حكى إجماع السلف هو من يعني في رتبة بعد، لا نجد إشكالا. لكن عندما نذهب إلى كتب الأصول، وخاصة التي خطها يعني من كان يميل إلى التجريد من المتكلم، نجد بعض العبارات التي تجعل الإنسان يتصور أن الإجماع لابد أن نقف فيه ماذا؟ على نطق لكل عالم من العلماء، ثم يجعلون تخيل ناقل الإجماع يعيش بين هؤلاء العلماء. بل وجدت في بعض الكتب يقول ما في الإجماع السكوتي، أن من سكت في المجلس، عبارة المجلس، هذا سيجعلني أتصور أن المجمعين كانوا في بلدة، في قرية، بل في مجلس، وأن ناقل الإجماع هو شخص رحالة ينتقل من المشرق إلى المغرب. هذا شعور يشعر به كل طالب لما يقرأ كتب المتكلمين في أصول الفقه. لكن ستجاهد نفسك من أجل أن تقنع نفسك ماذا؟ بإمكان الإجماع. سيصل يعني هذا التصوير الغير صحيح للإجماع أوصل كثير من الناس إلى إنكار حجية الإجماع، إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، على رأسهم الإمام الشوكاني والصنعاني وكثير من المعاصرين. بل أحد الباحثين المعاصرين عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى يعني وصل إلى نتيجة، طبعا وهنا يبين أثر التصوير، قال هناك إجماع فقهي وإجماع أصولي. إجماع فقهي وإجماع أصولي، الإجماع هو الإجماع، لكن ما تقرأه في كتب الأصول غير ما تجده في كتب الفقه. هو تبين له أن ثمة فرق بين ما هو مصور في كتب المتكلمين، أقول ما هو مصور في كتب، وبين بين ما هو موجود في كتب، ما هو موجود في كتب الفقه حقيقة. كان الواجب علينا أن نعبر عما هو موجود في كتب الفقه في كتب الأصول بتعريفات وبأمثلة، ونقول للناس الإجماع ينقله أهل العصر الثاني عن العصر الأول، نقلة الإجماع لم ينقلوا إجماع أهل زمانهم، إنما نقلوا إجماع من سبقهم. حتى عبارة الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فهو كاذب، هذه دعوة المريسي والأصم. هل من الذي كان يحتج بالإجماع، علماء السلف أم المعتزلة؟ وموجود في التاريخ هو ما علماء السلف كانوا يقول المعتزلة أنتم خرجتم عن الإجماع. ما هو الإجماع الذي كان يتصوره المريسي والأصم؟ نرجع إلى كتاب جماع العلم الإمام الشافعي، نجد الجواب حينما أنكروا القياس وقالوا هو يفيد الظن، وقالوا لابد ماذا أن يكون هناك على الأقل أربع من الناس أو أربع فقهاء في أربع مدائن يجمعون على القياس في عصرهم لكي يحتجون به. فحينها رد عليهم الشافعي أن هذا غير ممكن، والإجماع الذي ندعيه لا يكون الإجماع الصريح، لا يكون إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. هذه دعوة المريسي، يعني في الأمور الظنية، في الأمور العلمية، الأمور الخفية، يدعون الإجماع في زمانهم. إذن نرى أن التصوير، سوء التصوير وسوء التعبير أدى، يعني إذا كان المؤلف الأول أساء التصوير، ثم الذي يأتي بعده والذي يأتي بعده بالتراكم، هذا سيؤدي إلى نتائج عند المتلقين وعند الباحثين في العصور التي تأتي بعد. من الأمثلة أيضا
في أصول شرع من قبلنا مثلا، يوجد بعض الأصوليين تنبهوا ونبهوا أن شرع من قبلنا الذي نبحث عنه قسموا شرع من قبلنا، تنبهوا إلى أن ثمة محل اتفاق ومحل نزاع، فالباجي مثلا من المالكية والسمرقندي من الحنفية، كذلك يعني ابن السبكي القرافي، يعني ابن تيمية، نبهوا إلا أن المقصود بالبحث هنا شرع من قبلنا وارد في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن لا نبحث في التوراة والإنجيل، لكن هناك من لم يشتغل أصلا بتصوير المسألة هاجم على البحث فيها مباشرة، وعندما يذكر الأدلة على عدم حجيتها يقول انتبهوا جيدا إلى هذه الأدلة لنرى أثر عدم التصوير الصحيح على الترجيح وعلى البحث الأصولي. يقول لو كان شرع من قبلنا حجة لنا لذكر في حديث معاذ، لأنه ذكر أحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا. ما معنى هذا؟ قالوا لو النبي صلى الله عليه وسلم كان طرح عليه الأسئلة فينتظر حتى ينزل الوحي، ولو كان شرع من قبلنا حجة لنا لرجع إلى التوراة والإنجيل، لو كان شرع من قبلنا حجة لنا لوجب علينا تعلم لغتهم. هذه الأدلة تجعلنا نتصور أن شرع من قبلنا الذي نتحدث عنه في أصول الفقه يشمل الإسرائيليات، يشمل ما جاء في كتاب السنة، ما لم يثبت يقينا، ولكن ليس ذلك هو المقصود. لا يوجد في فقهاء الإسلام لا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي يحتج بمثل هذه الأشياء. إذن هذا تصور غير صحيح. ما السبب؟ عدم التزام تحرير محل النزاع، وعدم التزام التقسيم، أو عدم الاشتغال أصلا بتصوير هذه المسألة. لو اشتغلنا بتصويرها التصوير الصحيح لزالت كل هذه الأدلة، واتضح أن شرع من قبلنا شرع لنا. ولماذا حكاه المولى عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته إن لم يكن المقصود منه ماذا؟ هو الاعتبار. إذن هناك أخطاء يعني يقع فيها كثير من المتأخر بسبب عدم تصوير المتقدم. وكذلك نحن الآن في بحوثنا المعاصرة عندما نسيء التصوير نوقع غيرنا ممن يقرأ في الخطأ دائما في الأدلة. وعندما أقول في تصوير الأدلة بمعنى الأمر، يعني يكون الأمر يكون أهم في المصلحة المرسلة، عندما نقسم المصلحة المرسلة ونقول المصالح أو المناسبات منها هكذا نطلق، نقول منها المعتبر ومنها الملغى يعني المعارض، ومنها المرسل بمعنى المهمل بمعنى الذي لم تشمله النصوص، ثم نقول المصلحة المرسلة حجة. هذا تصوير خاطئ. بعض الأصوليين دققوا في العبارة، قالوا لم يعتبر ولم يلغى بدليل خاص. الشاطبي قال وعلم ملاءمته لمقاصد الشرع، يعني هذه المصلحة التي بقيت في الوسط لم تعتبر بأدلة خاصة، بمعنى طرق إثبات العلة عند الأصوليين، ولم تلغى بالنصوص وبقيت في الوسط، هذه تحتاج إلى استقراء. والاستقراء تم إذا نظرنا في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه تم استقراؤها، فنعرض هذه المصلحة على هذه المعاني، فإذا وجدناها ملائمة لها كانت حجة، وإذا لم نجدها ملائمة لا تكون حجة. الآن أكثر كثير من كتب أصولية قديمة لما تستعمل التقسيم هنا ولا تدقق، لأن والمثال يوضح والتعريف، لما نقول نعرف شيء نحن نريد أن نعرف المصلحة بحيث لا تلتقي مع الاستحسان المذموم الذي هو تحكيم العقل في المسائل الشرعية، نريد أن نعرف المصلحة التي لا تلتقي مع الاستصحاب. الآن توضع تعريف للمصلحة المرسلة وتجد الذين يطبقونها لا فرق بين الاستدلال بالاستصحاب وبين المصلحة المرسلة، يعني يستدل بالمصلحة المرسلة ولا يقيم عليها ولو شاهدا واحدا. المصلحة المرسلة هي الحكمة، والحكمة لابد لها من شواهد، موافقة حكمة الشرع، موافقة مقاصد الشرع.
إذن التصوير الصحيح للمسائل الأصولية عن طريق هذه المراحل التي ذكرناها مهم جدا في الحكم على الأشياء. وإذا دخل أو بقي التصوير ناقصا في كتبنا فهذا سيؤدي إلى تطبيقات سيئة جدا. وكم رأينا في نوازل معاصرة من يستدل ويسميها مصلحة مرسلة، والمصلحة يقول هو ما يقدره العقل. إذن أصبحنا معتزلة، أصبحنا نستدل بالاستحسان الذي ليس هو ترجيح دليل على دليل، والاستحسان الذي ليس هو استثناء من قاعدة كلية لدليل جزئي، الاستحسان الذي ليس هو مراعاة للعرف وليس هو مراعاة للتيسير، إنما هو الاستحسان الذي هو تحكيم العقل في مسائل الشرع، الاستحسان الذي قال عنه الإمام الشافعي إنه تلذذ. يعني باسم المصلحة رجعنا إلى هذه المسائل. إذن قلت لا شك أن التصوير، الاعتناء بالتصوير الصحيح للمسائل الأصولية أمر مهم جدا في بحوثنا وفي دروسنا، لأن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في المسائل الفرعية. ربما نزيد مسألة جزئية لبيان ماذا؟ ما قضية تحرير محل النزاع، أو لبيان أيضا تقسيم أو اتباع الألفاظ. حجية المرسل، حجية المرسل، حديث المرسل. الحديث المرسل عندنا التعريف تعريف عام، وما لم يتصل وما قال فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع. هناك تعبيرات كثيرة للأصوليين، لكن الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر المرسل قال والمرسل مختلف. المرسل مختلف، ثم ذكر أو قال المنقطع مختلف، إنه يعبر ب عن المرسل في ذلك الزمان، يعبر عن المنقطع بالمرسل، وكذلك هي لغة الأصوليين، لا فرق بين منقطع ومرسل. فجعل التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولا بشروط، وما عداه معناه ليس مقبولا، بمعنى أن محل النزاع هو في مرسل التابعي. لكن لما اتبع بعضهم ماذا؟ اللفظ المرسل هو قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون السند متصلا، ومن غير أن يسمع ممن فوقه. ماذا قال الغزالي في كتابه المنخول؟ قال لو قال أحد في عصرنا هذا وفي زماننا هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلنا منه. تصوروا يعني عدم تحرير لمحل النزاع، زيادة على ذلك اتباع الألفاظ. هل الخلاف وقع في ذلك اللفظ وفي ذلك التعريف؟ لا، كان الواجب تقسيم المسألة، كان الواجب ذكر الأمثلة للمراسيل التي اعتمدها الفقهاء. ما هي المراسيل التي اعتمدها مالك؟ ما هي المراسيل التي اعتمدها أبو حنيفة؟ ما هي المراسيل التي اعتمدها الإمام الشافعي؟ نجد بعض التعريفات فيها نوع من الموضوعية، عندما يقول يخصص التابعين وأتباع التابعين، لأن مراسيل الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا؟ كم يلزمها؟ عندما يقول مالك عن ابن عمر ينقصه راوي واحد، يعني الساقط هو إما تابعي فقط، تابعي ثم صحابي. إذا كان الساقط في رتبة الصحابة، أو نقول طبقة الصحابة ينقصنا، أو التابعين أو أتباع التابعين. فبعض التعريفات كانت منطلقة من الواقع، وهي عبارة عن حكاية الواقع. أما أن تقول تأتي من القرن الثالث أو الرابع تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصلا غير موجود في كتب الحديث. لا يمكن أن تأتي بمثال لحديث استدل به المالكية واستدل به الحنفية لمسألة فقهية بهذه الصورة، فضلا عن أن يكون ماذا؟ راجحا أو معتمدا عند الفقهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العرض المقتضب لقضية التصوير الصحيح للمسائل وأثره في البحث الأصولي أن يكون مفيدا، ويعني موصلا للسامعين للغرض المنشود. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وتوجه في الأخير أيضا بتجديد الشكر لإخواننا في منصة غياث العلمية والدعوية التابعة لهيئة علماء المسلمين في العراق. أشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبجهودكم وبمنصتكم وبجميع أعمالكم الدعوية والعلمية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله فضيلة الدكتور الأستاذ محمد حاج عيسى على هذه المحاضرة القيمة العلمية النافعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك وأن ينفع بك وبعلمك. محاضرة تحتاج إلى وقت أكثر ووقت أكبر، وتحتاج إلى أن تسطر لأجل أن ينتفع منها طلاب العلم، لا سيما الباحثين منهم، وهذا الأمر إن شاء الله ينتفع منه كل من يحب الانتفاع من هذه العلوم وأهلها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. عفوا دكتور، هناك سؤال.